الباب الثالث والسبعون ومئتان. باب تحريم احتقار المسلمين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. رواه مسلم وقد سبق قريبا بطوله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم. ومعنى بطر الحق دفعه، وغمطهم احتقارهم، وقد سبق بيانه أوضح من هذا في باب الكبر. وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم.